يا سي سلطان الكتاب يتوقع امان الى الحد والله ما وصل مبتدئ يتوقع هو اخوه الشهيد ها وردنا مره ثانيه او ست شهور قلت لهم بئس القوم انتم الله لا يوفقكم الله لا يهديكم لانه خونه والخائن يعني اخطر من غير التعامل خائن حكي. لانه متعودين المأذر هذا الخيار بري وهذا هو حتى بفضل حج المعذرة أكو محاضرة للشيخ الوائلي رحمة الله عليه يقول نوبات الإنسان يجي واحد يضربك راجدي ها وتقول له روح أنا مسلمك بيد الله راح أدعي الله عليك عرفت شلون؟ فهذا يقول مو كل شيء بالدعاء نعم الدعاء مريود لكن الدعاء إلى وقته العين في العين حج أنت رجل متدين ومجاهد حجينا هسه الحجي مع الأسف أقولها حجي نقدر الحجي هسه كل شيء ما يقدر يسوي بس بالقصدك الإمام علي عليه السلام يقول خير الكلام وقل ولا نعم حجي الإمام الخميني عليه السلام من من هجم علي صدام حسين ترى خلال ثلاثة أشهر سقط نص ثلث إيران سقط الفرح مع هذا من أنطى فتوى قبل حشد أخضر ثلاث سنوات بس راح صدام ياخذ الفاو ما قدرت الا صارت مفاوضات ويقف الحرب يلا سحبوا منها وانطونا طول العراق الحشد ايش قال صد ايش قال الامام الخميني قال هذا الحشد اروح يروح له هذا اسهل من زمام الامور مال الدوله الاسلاميه سلمه سواه وزاره الحرس عز الحشد عز انت شكلت الحشد احكي لك واقع انت اللي شكلت هذا اللي شو تعمل أدى سوي تسوي الحشد مثل الحرس التوري ألف رحمة على ذلك لكن عجلوا علي إحنا بعدنا بيها إلى إيران هي بعدنا بيها حجي بعدنا حجي بس من قصدك أنا خدمك تفضل المؤامرة اللي صارت قبل الحشد أنت ردت أز الحشد سويت حشد وسويت حرس توري وتريد تسلم زمام الأمور والعراق كله يسيطر بس حاربوك ما رادوا هذا الشيء واللي خانوا هم اقرب الناس عندنا ولد جدتنا هسه احنا احكي لك واقع احنا عندنا مخطط على مستوى العراق وبعدين يتطور دولي بانه راح نفرها ونجيبها منا نرجع زمام الامور بيدك الله يشهد عليه وحق هذا المي باكر يغسلها احنا راح نشكل احكي لك راح نشكل جيش بكل المحافظات ثوره نسوي ثوره بكل المحافظات زين والشروط التعجيزيه بكل المظاهرات تعرف يراد لها امور يراد لها شغل يراد لها احنا نريد فقط الغطاء الغطاء احنا نريد مباركه الامام الخامنائي هاي نجيب لك هاي هاي انا اجيب لك هذه احنا نكمل يراد هاي هي يمنا مرجعيتنا يراد لنا دعم واحنا احنا ارتباطنا هسه حاليا ارتباطنا بالجمهوريه همين صار قوي يعني بشكل والله يمكن عندنا 12 13 مباركه من مراجعهم حتى مكتب الولي الفقيه لا حتى من اللي يحكي ابو حسن من السعوديه يعني احنا شو اسمه بس مرخص من قطيف حج احنا نريد ظاهريا احكي لك امانه الله سخو احنا اعوذ بالله كيف نجيب ورقه بيضاء نبصم لك عليها احنا ظاهريا من أؤمن فقط بكل قيادات الشيعه اي والله الله يشهد عليك لان انت الوحيد اللي سويت قيمه للشيعه انت الوحيد ازيت الشيعه والدليل على ذلك انت شوف لا وزعت فلوس لا وزعت مناصب لا وزعت كذا واخذت اكثر المقاعد ليش الناس عرفت اوادمها هسه الناس احنا راح نصير ظاهريا تشكيل وحدنا بس داخليا بالحقيقه هذا التشكيل بقيادتك وبامورتك اذا توافقنا هذا الراي وتدعمنا بكل الامور كل الامور احنا بكل المحافظات عندنا جمهور قوي كل المحافظات حتى بالموصل بالانبار كل المحافظات يعني خلال شهر نقدر نسوي لك فتشي نسوي لك ثوره عالميه مجالس المحافظات عليها ثوره يعني انت تعرف الامور هذه المظاهره اذا غيرنا ميزان واحد هو يفك فلوس الامور مال الانتخابات الامور كلها نعم اما شغل الانتخابات يعني هذا شغل ثقيل همين نقدر بالانتخابات مجالس المحافظات نعكسها اما الحكومه ما راح تتشكل هسه حاليا وراح نخليها تفتر وترجع بملعبك ونخليك انت القيادي انت تسلم الدوله احنا هذا مخططنا وعندنا من يدعمنا ناس قالوا كل المحافظات وحتى على مستوى قيادات احنا جايينك صحيح شباب بس احنا كل واحد ورا جيش كامل زين واحنا نكون لك الولاء والبيعه وبخدمتك والله العظيم وانت لو مو اهلها احنا ما نجيك احكي لك واقع زين
أنا ثالث مرة أجيك بس الله يشهد علي، الله يشهد علي إحنا نعزك ونحترمك وأنت الوحيد اللي ما أخذت الشيء، الوحيد أنت، الله يشهد علي. هذا واقع نحشي بس بيناتنا مو قدام العالم. معلومة لتعزيز كلامي، كلام أخوي أبو حسن، معاوية لعنة الله عليه أنطى الأموال حتى يحارب جيش علي بن أبي طالب سلام الله عليه، تمام؟ مع ذلك أمير المؤمنين جزاكم الله خيرا. هنا أمير المؤمنين ما خسر، نعم خسر أرواح وانكره عند بعض الناس، ولا الآن يعني الناس تبغض أمير المؤمنين لأنه قتل على يده بذي الفقار. إحنا لازم نصير دماء حج، وهاي الدماء بها شرعية، يعني إحنا مراجعنا وعلى رأسهم سماحة آية الله الميرزة يشير بالدماء الجديدة، وفتوى موجودة بهذا الشيء. لازم يصير دماء لأن أكو ناس ما تقعد أذا مو دماء جديدة، وإحنا مستعدين نضحي للعقيدة والوطن والعرف زين والمذهب، لأن يستاهل، يستاهل المذهب واحد يضحي له بدمائنا. وأنا أول مستشهدين بهذا الشيء وكاتب يعني بورقة كبيرة. فيجب أن تكون دماء جديدة لكن بخطة عمل صحيحة وبقيادة مراجع وبقيادة ناس حكيمة مثل جنابك الموقر زين والأخوة الموجودين. فإحنا نريد كلامك. الله يبارك فيك. أنا والله بداية أرحب وأشعر بالاعتزاز والنوع من الطمأنينة أن أسمع كلام لشباب إيدهم على السلاح وعقولهم واعية لما يقال، لأنه حتى اللي يحمل السلاح إذا مو واعي قد يضرب نفسه. طبعاً حتماً. أو يخرب الأوضاع من حوله. إنما السلاح مع وعي، ووعي ديني ووعي سياسي ووعي كامل. إن يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه حمل السلاح وذبح بصفين 22 ألف واحد بدر، لكنه كان واعي. بلي. كل ما عنده وعي. ويختلف عن غيره من المقاتلين. المقاتلين يقتلون بلا. من ضمنهم. علي بن أبي طالب لا يقتل إلا بقلب. بلي. من ضمنهم مالك الأشتر. نعم. اليوم الوضع جدا خطير. احنا اعتدنا دائما بالخطوره وخطر، لا الوضع الان خطير جدا. خطير جدا بل. واستطاعوا السنه الحاقدين، مو طيبين، اغلبهم طيبين والله ما قلتهم. وقلتهم تزعل عليهم قله من ما هي ماكو بس احنا نقول وقلتهم هم الطيبين. نعم. الاغلبيه الكبيره من الحاقدين وحاقدهم جاي شلون الشيعة يأخذون الحكم بالعراق، وحاقدين على المالكي لأنهم كانوا يقولون والله بالبيوت ما لنا وسام النزيه في الدولة. بلي. صحيح. غافر العام قال الموجة يحكم يا جماعة، قال المالكي دوخ، المالكي دوخ أمريكا، قال عم بس أمريكا إحنا دخلنا والله بالبيوت ما بات، فضلنا على دولة. بالليل الوحدة ننتقل مكانيات الآخر اعتقلنا، وأنا ما عندي شيء يعني، ولكنهم جبناء. هم جبناء. المقابل موانهم أجبن. أنا عندي قضية صرت أحقد عليها. المرونة، الواقعية، الدولة بعضهم. شنو المرونة؟ الجمال. الواقعية، يا أخي قولوا لهم لا 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 أرجوكم. قلت له حتى يدخلون على نسوانكم؟ اي والله راح يضلون يسوون لا لا يا اخي راح يدخلون على نسوانكم، ولكم اشتغلوا، ولكم صار سنين يشتغلوا، ليش اشتغلوا؟ ولكم الامريكان اشتغلوا، ولكم الان تسليح موجود، لا المخطط سمعوا حكي، ولكم سمعوا حكي الحق موسي، ولكم سمعوا حكي الخنجر، ولكم سمعوا حكي مسعود، ولكم انتم شنو من مله؟ حاليا عندكم مقتدى الصدر الانسان الذي لا يعقل اي طرفين رحمه الله هذا راح يضيع التشيع كله. طبعا. وهذا مرتبط بمشروع بريطاني مباشر. شيء صباني هو. ولسه كان يملي قاعد واحد مسؤول كبير في بريطانيا يحكي لي عن عددهم الموجودين اللي هناك يتدربون عند بريطانيا. والله هسه. محور الديالة يتنفسون سراي السلام؟ أو لا. التيار؟ لا. ها؟ لا. أنا أعرفهم، أنا ضربتهم بكرملة وضربتهم بالبصرة وضربتهم بالجبناء. الآن صاروا أجمل لأنه أيديهم صارت متروسة دينهم وفلوس وحرارة حرمانة. لو كل واحد يصير مثل سعد الطيس بكل المحافظات. بس خلينا أكمل. تفضل معذرة. اللي ياكل حرام يصير جمال.
الله يفرح معنا. ها؟ اي والله. هذول اكلوا الحرام. فرهدوا اموال الناس واموال الدوله وقتلوا واستباحوا الدماء. ايش قد قتل مقتدى الصدر بغداد؟ ملايين. الاختطاف بالسيارات البطاسات هو يحكيها. هو هسه بس دق على شو اسمه مطلوب مقتل مجيد الخوي هو قاتل. اقول لك ابن عمي وابن اختي هو قتل. ما نقدر نحكي بعد. اذا ما خلونا احكي لا لك الوقت حجي لنا لا لا مو هاي الطريقه ضيع علينا مطلب. نعم انا بدي اقول لكم الشيعة في خطر. طيب البعثيين الان ارتقوا مراقب خطيره ودخلوا في صلب الدوله، سووا احزاب تحت عنوان تقدم ماضي الحل موسم. هذا حزب تقدم قديم مو الحل موسم مسوي، فد واحد مسوي. نعم وتوفى والحل موسم استلمها. يقول لهم احنا حزب البعث ولازم كل الشيعة 1% يصيرون. والآن نافذ قلت للرئيس الوزراء ولك حرام عليك، ولك شنو الحلوس ينفذ إلى هي القيادات، ولك شنو يغير محافظين. هذا هم ينتظر بلكي صوت للحلوس وسبب الوزراء. المرجعية خساكي ظنهم شو، ولكن الحدث سيقلب الطاولة عليهم وعلينا وعلى التشيع. لا بس مرجعيتنا موجودة جاي تهتف. بقية القوى اللي موجودة بصراحة اشتروهم بالفلوس. صحيح. ويأسفني. ويتبجعون يقولون شنو هذا اشتريناهم بالفلوس، والله اشتروهم. صحيح. والله عناوين تعتبروهم لا لا مراجع اشتروهم بالفلوس. عرفهم عرفهم. تعتبروهم مقاتلين مال حشد، والله مرتبطين نشتريهم من إذا هم الحلوس. صحيح. وأنا ما أقدر أحكي، أمس قلت للواحد. لا عندنا علم. قلت للواحد قلت له يا أخي إحنا نقعد نجتمع الإطار. وفلان وفلان موجودين يمذول عملاء مال الحق موسي وش نحكي وصلوا قال شو نسوي؟ شوف الشيعة شو أرادل ولا سوى قالوها الكويتيين شنو الشيعة العراق نشتريهم ونشتري أعراضهم بالفلوس. هذا أول ما صار. صحيح صحيح. شو تبسونه وديت عليه صار وهاي العملاء موجودة اليوم. ما عندنا قوة. الحشد هم بالدجة طبعا. الحشد مو ذاك الحشد الأول. نعم. الحشد هم صار فلوس وبوك ومسؤولي الحشد صار القصور بالخارج ومشاريع وأموال قائلة. الحشد صار. مين قدر يقاتل؟ نعم. حجي تتذكر في يوم أني قبل هذا اللقاء. خلي كيف. أي لا بس نقطة نظام على مأذرة يعني. من قلت لك أن ملف داعش الجديد. وقلت لك اكو احسن قلت لك اكو تشكيل بالامر شيء اعرف لا تقول لي انا قلت لك انا اعرف تمام وتفاصيل وعنده معلومات وانا مش انا تعزيزا لنا انا امن نعم انا اشتغل بالامن قبل ما اصير رئاسة الوزراء من كنت بايران وبالاهواز ومعسكر الشيء يصل وانا مسؤوله رحمه الله عليه اعرف كل شيء يجيني يوصل الشيء اللي اقدمه له مقتدى صدر فايت في مشروع مدمر مشروع انارات البريطاني الاسرائيلي الذي يقود المشروع مسعود البرزان مو هذا الأرحم اللي يقوده مسعود ومسعود صار مرجع السنة الكرد والعرب هو مرجع الآن كلمة واحدة يقول المقتدى روح ما يريدك ينتهي المقتدى شوف شلون سلمونه صحيح سلمونه لهذا الصهيوني الحاقد هذا مقتدى الصدر هذا العباد اللي نعيب عليه وقفوا على حد اليوم مقتدى الصدر أقر لأن المواقع مالتهم بالإحبال نسحبهم نقطع ووصل نعدمهم ساحة التحرير شوفونا شو نسوي مراجع علماء كذا ويسووها للبعثيين كلهم البعثيين وجدوا ملاذا اسمه مقتدى الصدر والتيار الصدري ومقتدى الصدر ساتصب على أبوه الآن أبوه يشتم بالشارع صحيح بل والأسوأ والأنكى والمؤلم محمد باقر الصدر كان يشتم الرجل اللي كل عطاء فالسنة قدموا علينا في خطوات كثيرة. لكل داء. البعثيين هم عمق السنة. لكل داء عنده واحد. شنو الخطة البديل؟ بعض الكلام ما سياسة وما سياسة ما يفيد. زين. لكن ما نتركه. لا شلون؟ اشتغل سياسة. نعم. اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام. يقولون كنا نخليهم 1% مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة
اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى وربوا الآخرين، هذا كلها مخطط. مقتدى الصدري يصير يحكم، إذا حكم شي خليه هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء عجبهم إذانهم، وهذا وزير المالي أسوي له شون حاجة والقتال. لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدري كله أنا خبير بهم، أنا قاتلتهم بالبصرة وبكربلة وبغداد ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء، والله ما عنده طيارة واحدة بالبصرة من رحت، طيارة واحدة الكابتن مسلحة معها ولا أسلحتنا موجودة أصلا، الشرطة كل اثنين بندقية وكسرناهم وهزمناهم. وذاك الوقت الإيرانيين قاموا يدعمونهم بصواريخ ذكية، أكو صواريخ ذكية اسمها أرش وميثاق، صحيح يطوهم إياه ويضربونه بها. أنتوا الإيرانيين ليش؟ ما بيكم واحد يفكر ويقدر هو هذا مقتدى الصدر يصير حسن نصر الله؟ لازم نسوي حسن نصر ما يصير، هو هذا يصير، هذا الجاهل الذي لا يملك شيء وكسرناه. هسه صارت قبل أيام سمعت بها بالعمارة قلت له وسام من جماعة العصائر رحمة الله عليه وحسام ردوا أخو وسام ردوا عليهم العصائر نعم قلت لهم عندهم هم ردوا قلت له العصائب ضربوهم ثلاثة أربعة قتلهم صارت فتنة لا شوية. مقتدى الصدر لأول مرة يقول نحن من أبن واحد سوي تغريدة عن العصائب من أبن واحد محمد الصدر إن كتل من ها جبن بال على هدومة وجماعة شلة بالحدود الإيرانية لأنه قتلهم ثلاثة أربعة من عندهم. نفس كلام الميرزة قيس شلون قيس قيس زين هو اللي ضربه قصد وياك يعني زين قيس زين بس انتوا الاخرين يعني اخواننا ما فتح بدر وما بدر لا اخواتنا بس هذول ما لهم شغل هذول مو يوم عالم هذا يعني اصلا من وصلهم فلوس دول فلوس هجد دز علينا فالح الفياض ما رحنا قاعدين يعني. لا هذول ما لهم شغل اي ما قاعدين هذول حايرين بالمزارع وبالا ابالا جيد ابالا الولائي زين ابالا واحنا لكن ابالا اذا يبقي هم ذول روح الحشد ابالا ولا لا لا شو ما شلون حجين العفو امرهم من ايران امر جماعه فتح هم دول الفصائل الكتائب وعصائب وبدو وسيد الشهداء كلهم يعني ايرانيين حجينا حتى نكون واضحين وياك بس خلي كمل اجوب تفضل ليش مستعجلين لا مو احنا خاف شوف حتى تخلصون بس فيكم لا مو احنا خاف يجينا واحد لا 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 والله نروح استفادينا لا كافي كافي عرفت لا استفادينا من الكلام صبر لك صبر لك انتوا عسكر ايه المرحله الجايه قتال تمام جاهزين ان شاء الله تعالى المرحله القادمه قتال ان شاء الله ولحد امس كانت دعانا مصطفى الكاظم من طلعت قلت له اسمع المرحله القادمه قتال وكل يدافع عن نفسه بعد شيء انا اليوم الباكر جاي شوف هذا اللي نحكي عليه شيء إيه هذا اللي نحكي عليه مو عندنا مواعيد انت ويا جنابك احنا إيه. ناخذ راحتنا مو لك شيء بس بعد اي ردنا ناخذ وقت تفضل حاج وانا حاشد يا جماعه ترى القضيه قضيه قتال مقتدى الصدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي زين الجيش والشرطه لا اعتماد عليه نعم راح يسوون اي شيء يحتاج الى سلاح يوقع ساعدني هذا سو كان راح اجي احنا جيش بالشرطه قلت له لا اثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك انا احمي نفس النفس عافيه ولكن انت ساعدنا بغطاء كذا فالشيء باقي علي انا ادري مقتدى الصدر اول واحد يستهدف انا لان انا بهدلت احواله والعراق والتشيع ما اخلي بيد مقتدى الصدر إذا عجزوا الآخرين أنا ما عجز وهذا المطلوب الآن أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلحة وأخليه مستعد لمرحلة الحرجة وما يدريك لعله أهجم على النجف إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية والله أهجم على النجف تمام لأن هذا الرجل لا يبقي هذا حاقد عنده ثلاث خصال سيئة يريد دم يقول ما يريد دم وهو جبان ويريد فلوس طرح البلد كله ويريد يصير على ربكم الأعلى إيه فراغ
أنا الإمام المهدي جماعة قالوا له هيك. مش قالوا له هيك. فالمرحلة القادمة مرحلة قتال. أنا جاي أشتغل عليه. وإحنا خدمتك. الناس هم حسوا وعرفوا ويسألوني. بس أول عشيرة كان يوم الصبح. أول عشيرة بن مالك راح يسوون مؤتمر. إن شاء الله نعم. بالبغداد وبالبصرة ويعلمون اللي من إيده ويتحرش بالفلان إحنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما إلى غيره. هذا باسم خشار. باسم خشار فاستوى منهم. ولذلك أنا أتمنى أيضا على أمة الأحياء أن يكونوا مستعدين. استعد وإحنا حاضرين وإذا تريد دزلنا الآفاق وإحنا نعلن رسمي بالتلفزيون قدام الملك. قضية مهمة. تريد. تفضل حجي تفضل. حجي تريد سريا. القضية مو إعلان. القضية استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير القطار. نحن نكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لك قطار رسمي. هو هذا المطلب. إذا ما يبغى رواتب وغيرها بس قطار رسمي يكون يصير لنا. اسم الحشد وأنا يائس من الحشد لأنه أمة الجبناء الآن سألنا عن الحشد. مثل الحشد. ولكن لازم نفكر إلها في قطار. وقطار آخر لحركة العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنة. لا يخرج منها أحد إلا إذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلقوسي ومسعود. إذا أسقطنا مشروع هون نجا العراق، وإذا ما أسقطنا العراق نفل في الدائرة الحمراء كلها دمرت. أنا اللي أقول هذا أنه أنتم تستعدون مو دفاعا عن المالك. أنا ما عندي شيء. لا المذهب لا حجة أنا بس خلي خدمك هاي قاطعك بي أنا أولا اسمع لي الميرزة تريش قال الميرزة قال المالكي مثل التشيع وإذا كسر المالكي كسرت الشيعة إيه أنا هاي لازم أوصل لك إياها فيجب أن تقفون أمام كل واحد يتعرض للمالكي بكلمة بأي شيء أنتم أنا جازي يا أخويا مو هيك صحيح والله مو صحيح تفضل على الميرزة مو صحيح مو القضية المالكي، المالكي هو هسه أنا أقدر أقول للمقتدى السلام عليكم، مقتدى وداني خبر تعال خلينا نشكل حكومة أنا وياك. هو أنهي القضية؟ مو هيجي. القضية أكو مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لا تسووها المالكي، المالكي هسه أنا أدير وجه وأطلع. أنا أتحصن ببني مالك وأجيب فد 1000-2000 مقاتل من عندهم مش حد لي. اللي وصلت اكو مشروع يكون سقطه هذا المشروع بالعمل السياسي يكون مواجهه مثل ما الان الصديقه ونصدانه بالعمل العسكري باكر اذا ارادوا يسلمون الامر بين اشباح الصحراء اللي جابوها هاي القوه اللي دربت ومقتدى الصدر وجماعته هذا يكون نصدى للمشروع مو للمالكي اذا بقيت للمشروع او للتصدي اسم المالكي ترى ضعيف نعم نعم بلي والله انت تحمي المالكي والمشروع كله يخرب نعم والمشروع يتقدم على علينا لذلك سلمونا على المرزة التصدي يكون للمشروع باكر يكون احنا نقف احشاية حشوها الايرانيين شوف ايش سووا دول تهديد ويردون ويسوون بينا الايرانيين ما قالوا شيء المسعود البرزاني قالوا له هذا العراق مجال امننا قومي وما نقبل واحد يلعب به بس هاي الحشاية قالوا السفير القطري نقل وقالوا احنا نقطع الجناحين مالت مقتدى الصدر اللي هم الاكراد والسنه وسووهم زوبعه وسووهم الان القضيه جت تتاهل واللي اهلوها منهم البريطانيين الخبثاء لذلك انا اتمنى ان يكون فعلا التوجه بالنسبه لكم عسكري يعني شديد واحنا ايش نقدر نقدم وياكم نقدم لكم ونقدم لغيركم يعني انا الان عندي عشرات الالاف يعني كانوا يحترمون انفسهم مجندين اللي مقبلين الاسلام بلي حتى ندافع عن العراق بشكل عام عن الاسلام عن المذهب هذا اللي اريده من عندكم خب نعم خدمتكم هسه استغفر الله العلي العظيم حجينا الكل ان شاء الله مع جل الاحترام لهم والالقاب الحاضرين ان شاء الله والغائبين اللي يجون يحضرون جنابك هاي كلها كفه واحنا الاخيار بكفه وكتائب أئمة البقيع ليش؟ احنا بقيادة مرجعية هاي الناس مثلا باكر السيد المالكي يقول لهم بويا اقعدوا ما راح يقدر يسيطر عليهم بينما انت تخابر مثلا سماحة الميرزة تقول له الاخيار طلعوا عن طاقتي تليفون واحد من عند القيادات ينتهي الموضوع
فالمرجعية أساس. أها أنت لازم تثب ثقلك واهتمامك بأمة الأخيار، وهذا ضروري. اثنين، عندك محور ديالة مسيطر عليه تماماً، ما حد يتنفس به. خلنا نكون واقعيين وأحكي لك إياها بوضوح أكثر. يجي هادي العامري ما يقدر، قيس غيره أبداً أبداً. يعني تعرف علاقتكم شنو يعني؟ علاقة يعني مو ذيك العلاقة الجيدة، لكن حتى تليفونات ما قيس زينة، بس ويا العامري مو زينة. أي مشكلة بدر، مشكلة اي بدر كلها بدر اي، بس احنا ما يقدرون نحجي. خلينا نكون واقعيين. لا شو تريد؟ تريد؟ لا انا ما اقول يقدرون، بس اقول بدل ما هم عندهم قوه جاي ياخذون راتب مال 40 ل 30000 ايش عندهم على الارض؟ كل شيء ماكو. وحقا مبتدا ياخذ 12000 عنده 2000 سعر. يعني هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا معمل مال صواريخ احنا مسوينه من ذاتنا، ما حد داعم له لا كذا لا كذا. زين، وعندنا جايين هسه المقاومه، حتى المقاومه كلها عندنا جاي نصنع، الوحيدين اللي نشتغل جاي نصنع صاروخ عبر القارات. نريد نسوي يعني عندنا فتشي ترسالة صاروخية قوية. زين، بس الآن شو اللي أنتم محتاجين؟ دبابات عندنا، دبابات عندنا، طيارات مسيرة عندنا، مدرعات عندنا، مدرعات، أسلحة. شو تريد؟ إذا تريد استعراضها من سوي لك استعراض. مجرد غطاء الآن، الغطاء المطلوب، الغطاء الوحش اللي هو دفاع. كيفك دفاع؟ ما أؤمن بأني حجي المعذرة. ليش؟ لأن في يوم من الأيام صارت عندنا هجمات أكثر من هجمة، نبلغ بيها آمر القاطع أو آمر مسؤول المحور دياله، طلع هو علاس يبلغ داعش يقول لهم لا نتح. احنا ما نريد نسلمهم ايه؟ وإنما فقط كغطاء الباش الواحد اعترف عليه ايه، أنا مغطى من الدفاع. أها بس هاي، بس قيادتنا احنا وحدنا من لا فرق. قيادتكم عملكم من فرد، بس كغطاء لكم حتى لا يصير عليكم كلام، لانه الاخرين راح يخربطون يخربطون هذا يخربطون ذاك. بل الان الغطاء يبقى الدعم، شلون الدعم؟ احنا شوف شو نقول، احنا دعم مثلا نقدر احنا مرتبين امر شلون دول شباب شلون ايه، فاحنا اذا تقدر مثلا هل اللي موجود نثري تحسب انه نثري، وانت بعد يمك هم اولادك شيء قليل شيء قليل بسيط. انتوا عندكم علاقه مع الجمهوريه الاسلاميه نوعا ما؟ عندكم اشكال اذا نطلب دعم او غطاء؟ غطاء لا ما يدعمون، كدعم من عندهم كل الجيد يدعمونكم؟ ممتاز كل الجيد. يعني شلون نقدر مثلا نطلب؟ عن طريقك. انا اليوم جايين من 9:30 اي، راح احكي وياهم واسوي موعد وتلتقون حتى يعني يترتب الدعم من عندهم. احنا يا ريت يكون الدعم والامور والكلام والحديث يكون يمك حجينا، حتى الامور تكون واضحه امام ناظريك ومسمعك. انت مو كثير تعرف الايراني؟ نعم انت افضل. عشرة امر ثمان سنوات مو سهل يعني، الايراني ما راح يجيك ويدعمك ويشوفك انت وين مالك. يقول لك هذا راح المالك مو راح مالك. طيب الآلية اللي عندك، فأنتوا أنتوا يعني أنا فقط أخذكم موعد من عندهم وأحكي لهم عنكم وضرورة دعمكم، لأن هم هم شاعرين بخطورة الوضع العسكري، يريدون يريدون قوات يريدون مجاهدين يريدون كذا شيء، فأنا أخذكم موعد وأوصيهم وأنتوا التقوا يعني وأحكوا يعني. تمام هذا هاي نقطة. معذر حج داخلية، احنا نريد داخلية. هو داخلية داخلية هو اذا لا غطاء قانوني داخلي، يعني مثلا غطاء قانوني مو يمن الايراني حجي. لا هو الغطاء ابو اسلام المعذرة حجي، الغطاء القانوني هسه عبرناه يم الحجي ابو اسلام، هذا انتهى موضوع. اما يقول لك الدعم المادي والمعنوي منك ايضا زين، راح يكون من الجمهورية وراح يرتب لنا اللقاء. هاي اثنين. انا امير موسى ودلي اجيب لك مبارك. احنا ما لنا علاقه بامير موسى وحج. اليوم احنا خلينا زمام الامور بيد الحج بعد. انتم ايضا يعني ما عارفين الوضع الايراني، الايراني الان خط الحرس. نعم صحيح. هو خامنئي. اي والاطلاعات مو؟ الاطلاعات هي الحكومه، اكو مشكله بين الحكومه والحش والحرس. صح. في زمن رئيس الجمهوريه اللي راح شو اسمه؟ سيد روحاني. اي اجى سيد رئيسي. بل. تقريبا تقاربت الخطين، اكو خط السيد الخامنئي والحرس واكو خط رئيس الجمهوريه والاطلاعات. نعم. الاطلاعات والحرس الشيء. تمام. الحرس ما يعطون مجال للاطلاعات يدخلون باي حد.
الحرس هم اللي يتولون هاي العملية، غير ما حد يقدر يتدخل. أنا رحت لإيران، حكيت ويا ولايتي، حكيت ويا رئيس مجلس الشورى، حكيت ويا وزير الاطلاعات، كلهم على كلمة واحدة يمشون ويا الحكي بالأخير يقول والله بس ما نقدر احنا، لأن سماحة السيد مكلل الأمر بقرارداد قدس للحج قاسم والسقاعة، فالأمر بيده. الحديث يصير مع الحرس بالضبط. هيك إذا رحت وإذا رحنا نحو الاطلاعات لا 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 غير موقوف طبعا الحرس، فأنتم خلوا جهودكم ويا الحرس. هذا كلام أمير، ولذلك الشاهد أمير مو ويا الحرس لا، بل أنا يجي يمني وأتكلم وياه، واللغة العربية مالته جيدة، وكان موجود وقاعد يم محسن رضائي وخابرني محسن رضائي وراح يم فلان وخابرني كذا، فاسألك عنه قال لا هذا منيجي يعني كذا شيء، لأنه مو من الحرس، فخلوا جهودكم ويا الحرس. حج جهدنا أنت، إحنا أولادك أخوتك الزوجة. خلاص هذا انتهى موضوعنا. أما الأعداد إحنا خلينا نكون واقعيين. إحنا من الأعداد المقاتلين. محور ديانة. سعد إيش قلت؟ قيادة سعد. الحقيقة الحقيقة فيه. تفضل محور ديانة إيش قل عندك؟ اسمه جسم سالفة الجسم. وباقي المحاور حج. إحنا كله مضبوط كله اسمه جسم فعلي يعني. إحنا سعدنا محور ديانة، عندنا محور ال. جرف الصخر، محور حزام بغداد. صحيح مو ديال الكتائب؟ لا لا، هو مو اكو مشترك حج كتائب حزب الدفاع، عفوا حشد الدفاع. زين ذول عددهم 300، ذول جماعه حزام بغداد حله وجماعه المحموديه، يعني هو كل جماعه كربله، جماعه الانبار، كلهم شيء كلهم ذول تابعين لنا، كلهم اتحدوا وياي باستثناء مازن التميمي يضل لنا يشتغل ضد المقاومه، نقول ضد الحكومه. عندنا الارشيف مخلينا مقطع فيديو امراء الالويه شلون قاعدين كلهم موجود، احنا يعني بقياده يعني. سعد وبقيادتي ها ودالك اياها الحجي خلاص. اللي تحت السلاح، اللي تحت السلاح احنا بالواقع احنا نقدر نقول من ال 20 الى وفوق جاهزين. 20000 اي والله، بس احنا نقدر حجي خلال شهر يعني خلال شهر تقدر تسوي فتشي يعني. هسه انا عندي بدي على عندي 3000 من ضمنهم 2000 1800 الى 2000 كله عنده سلاح جاهز، كلهم عندهم سلاح. دول ال 20 على الازيد كلهم مسلحين ولا لا؟ كلهم موالين وكلهم مسلح. مسلحين 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 كلهم موالي كلهم مسلحين. نقدر نقول 3000 غير مسلحين، ايش نقدر نقول 3000 غير مسلحين؟ يا مو بديال انا كلها مجهزه سلاح، احكي لك واقع انا كلها جهزت. ايش قد مجهز؟ ايش قد بالمية محور ديال مجهز حج؟ محور ديال مجهز يعني ايش قد بالمية؟ يعني 1800 من 3000 احنا نقول. لا لا، ايش قد بالمية؟ يعني 80% مجهز. 80% مجهز. يعني انتم الان في حال تحتاجون السلاح حتى تغطون 100%. نعم نريد 100%. ثانيا تحتاجون اموال حتى صار التكنيكيات والإعدامات والشغال العمل العسكري كله فلوس طبعاً، وتحتاجون غطاء الحاجات الأساسية. غطاء قانون رسم شرعي نقدر نقول إحنا عندنا غطاء نقدر نقول غطاء. ثانيا سلاح، وثالثا أموال. حجي احنا الصعبة احنا شلون هذا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التذقل عليك تخف علينا، والتذقل علينا تخف عليه. هو هذا العمل ان شاء الله نمضي معا وننتصر معا ونستشهد معا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله شيء تفضل حج احكي لك واقع. احنا قعدنا احنا لو نقول احنا زلم لو نسوان لو مو جهال احنا زلم. احنا شوف احنا من ذاك اليوم لليوم من 2005 و2006 نجاهد. انا مجن مع عائلتي من عائلتي احنا بيت طعش 22 شهيد بس من عائلتي بس اخوتي ولد اخوتي 22 شهيد. لا لا هذاك اليوم مال القاعده تنظيم القاعده مال داعش والله. احنا احكي لك اكثر عائله بمحافظه ديالى انطت شهداء هو احنا 22 شهيد. احنا قاومنا وما صرنا احكي لك وما خضعنا لاي مخلوق بشر. هسه ديالى كلي تحكي لك واقع ما حد يقدر يندق فينا احنا مصيدرين. اما بدر يوم من الايام اهم لواء لواء امه البقيه الان امر قبل 3 سنوات ابو شو اسمه حسين طالب وجماعه هذا العامري جابوا علي من الحشد 42 دوريه كل ساعات
طبوا علي بالجبل، الله شاهد حصارتهم منا ومنايا أمن الحشد، من يقدر يحكي بهم؟ أبو زينب اللامي يعني. أبو زينب اللامي وحصارتهم وطلقات خبز دق بالأحاديات، من يقدر يقبوا جهة؟ زين، وهذا العامل الدخل أبو بهدي المهندس الدخل الدنيا انقلبت، رئيس أركان الجيش قال سعد طعيس جايين يعتقلون سعد طعيس، قلت له ما أنت تعتقلون أنا حلق متروس دم، أنت جايين تعتقلون؟ زين، أنت تمشي باسم الحشد، قلت له ماني حشد، أنا أسست الحشد بدياله، أنا 24 أسست لي 23 أسست بسياراتي وبأموالي، أنا خيري على مراتي حجي، يعني مو تقول ما زويت الفارق، ما أقدر أسوي أكون لواء وأدعم آليات وأسلحة، أكون لواء بي 70-72 آلية، يقولون عليك أصاب، أبي هاي يقول علي أصاب، بس سويته وبس بقوتي، لو مو بقوتي أنا يعني حشيت من زمان سحقوا لي من الحشد، مع الدفاع ما عندكم غطاء الآن. لا لا عندنا عندنا نشر بالدفاع وبالمشتركه وبالبريه، بس ليش يقول لك احنا عندنا غطاء؟ بس احنا نريد غطاء مال المقاومه، احنا نريد غطاء مال المقاومه، اذا المقاومه دعمتنا دعمتنا شيل حجي ولا زين، ابو انا ولا زين، الحشد الان مسيطر على ابو زينب اللامي، عقيدته ابو زينب مو يريد الحشد مع الاسف والله، ولا فالح انت يا ضيد الحشد، ولا هذا القاضي اللي يرحش قال انت تغلط انت كبير فالح حجي بس مرتب. أنا اللي تفضل أبو حسن تفضل. اللي بالنا شنو؟ اللي بالنا إحنا نسوي أكبر وأقوى قوة، بحيث إذا ريد نسوي انقلاب نقدر نسوي انقلاب نأخذه بالقوة. إحنا زين. استمر انقلاب عن ديننا وعن. لا إذا استوجب حجي. حجي. إذا استوجب. وش مدري كيف ما راح ندخل في حرب شاملة. أنا ما ندخل إحنا وصلنا في حرب شاملة. أنا شلون آخذها إذا ما أخذها بالسيف؟ شلون اخذها؟ اظل اتفرج هسه من قبل شويه انت تحكي تقول هذا اتفرج؟ انا علي 10 محافظات، اذا عندي 10 محافظات اسقطها تحت امرتك وحق علي بن ابي طالب. استعدادات يعني علميه واقعيه على الارض، انا العمل العسكري مو نعم لا لا شلون شعار؟ قياده حقيقيه، عندي مستشارين اصلاح ووضع قانوني، ها وضع إصلاح ووضع قانوني و مدعوم بمؤيدين وعلماء موجود مؤسسات ثقافية أدنى. شو تريد احنا قلنا لك يوم 30 أدنى مظاهرة؟ قلنا لك 31 يوم 30 لا 31 31 عندنا مظاهرة معذرة زين، هاي المظاهرة احنا خلينا نكون واقعيين بغداد زين، بس احنا شنو نريد؟ هذه المظاهرة تطلبوا هذا الشرط تطبع كبيرة بحيث تسجل حضور سعد، هذول ال 20,000 حتى تثبت انت للحجي، هذول 20,000 اريدهم كلهم، تريدهم كلهم انا شلون؟ كلهم مو انا اسمها المظاهرة أمة الأخيار أمة الأخيار، جيد ماكو مشكلة، حتى تدخلون للميدان وللخريطة مالت القوى اسمها متفقين احنا شنو رادنا؟ يرادنا معذرة آلية الدعم اللوجستي، راح تصير أدنى خيم، راح تصير أدنى مواكب زين، فيرادلنا هم نفرية. شلون نحن نقول لكم عندنا بالدار يعني اللي نقدر عليه، بس واحنا هم نساعد نفسنا، رانا حاضر احنا هم نساعد نفسنا تاخذ، خلنا ناخذ صور ويا الحجي، نقول يا الله ناخذ صور ويا الحجي وحتى يحطها، اقعدوا انا خلنا ناخذ لكم وبعدين تاخذوا لي انا بخدمتك، انا موقوف دموعي في الجلوس ومن بعد ان شاء الله تنجح المظاهره وتبدا نبدا الله اكبر قبل المظاهره من اليوم من اليوم سنه على اليه العجل ترى مو عندي مجال، ما عندي معنى بس ما تحتاجون اذا راح نحتاجك شلون باليه العمل حتى تكون شلون خارطه الطريق امنيا مال المظاهره، شلون راح تصير الاليه مال المظاهره صفر صفر
لا هو لا يوم شلون بتكتب ليش نطلع برا لا 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 قال لك اليوم العصر قال لي جيب لك مو قاعد يعني مو قاعد اه والله قالك ايران يقدم لي سعر والاثنين غير الدعم المالي لا والله ابدا والله مو نفس المول والله النبي مو انا اعرفهم ايش اعرفهم والله غير وان جبتهم تقليل مستقل من هاي ورجعه وجبتهم تقليل مستقل على فتك مستقل بي ورجعه نفسهم هذا مهم اذا نفسهم تختلف الآية والله نفسهم والله حسنا هاي وحسن شوفهم هاي وحسن مين ده يقول لك اللقاء الحامين الحجازة عم الحجازة تشتغل مو بأمرة آمر آمر القوة شتغل انت براحتك آمر اللواء آمر مقوى رجالة بعد ضربة بقم دارة نفس كان تشتغل وعدة تشتغل غادي تشتغل غادي قال لك ورجع اوفر لك الفراغني وحطك للايرانيين واحاول اجامك لا لا شنو حطها بالبطل حطها كل يوم تجاني يحتاج برنامج ان شاء الله يقول لك برنامج وحطيت لك برنامج هو ادى حكي هذا الشيء اصلا احنا جايين نقاتل اذا ما هي وحده اثنين حجي قال لك الإيرانيين بعد جنوني راح أركب لك دعم من ناكين للإيراني دعم من الإيراني هاي وحدة راح أركب لك الدعم القانوني ونفرية باللواء لك نفرية مو قلت لك نفرية سمعت أنت ليه وقال يغاد لك عمليات أنت ضايق أصلا من الصبح ضايق من الحرطان شفاضة ليه وفر زين لا لا تحين لا أقول لك لا والله أنا من ذلك أنا من ذلك من ذلك من ذلك 80% يقول لك قالك احنا بدنا نسوي 100% راتب اليات وراتب سلاح تمام هل يمكن نحتاج حرب هذا يقول لك حرب يقول لك انا 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 حرب وما حدا عنده لا دعم لا راتب ولا كل شيء ولا شيء هاي كل هذه كل شيء جاي بس ما قلت ادنى ادنى كرسانة صاروخية حج انا هسه من اروح هذا موبايل ذاك اصلحه وما ادري ان شاء الله اصير بالليل لي له خابره بحكي اقول له سعد يسلم عليك ويقعد وحده شنو تقدر احنا وياك وغراب ما تقدر تشوف دعمنا شكلها مقاومه بالعراق في لك الصدق حتى نقش الحشد من جوا من جوا رجليهم وجيبوه يعرف كلهم وراء الوئل ويقلهم ويجيبهم ويقبلون ويحلون القيادات العميلة الهيئة الغرفة حتى يعني ابنه مخطط كبير على ابنه يصلص لنا يتمنى يصرف يصرف على فوضى حتى بدنا نخلي العراق كل العراق كل وقت يصرف يصرف مليون بس وقت بس وقت يصرف مليار يجيب مو مليار يجي رئاسة الوزراء هو شو راح يغلبك رئاسة مجلس المستشفى أبو مجلس النواب يصرف عليه 3 مليارات يلا سيدنا شو تقول لك 3 مليارات 6 مليارات 10 مليارات صرفوا يلا صعب شو تقول لك شو تقول لك يقول لك شو أصلا عنده فلوس بصرف ما عنده فلوس هو كعبة عنده فلوس عنده فلوس أجيب له رئاسة الوزراء طبق من ذهب ما حد يجيب هاي لغير احنا مكون كامل احنا مكون كامل لو مكون
احنا مكون ومتاهين وحق علي بن ابي طالب. خليه شيطان. بدي انا ما قلت لا قلت له مين قدامه وجاي ماكو خدمه. قلت له سوي لك انقلاب وخدمك يا هذا القوه. بدي ثاني وضحت لك ما ذلك كان همك. وحق علي بن ابي طالب اخذنا الاسد. اسمعني. لا شك الا قوه بحب شرط اذا هو النواب كلهم مخلصون اخلي جواب تدري هسه مجلس النواب تدري ما حد ما يطبونه جماعتنا جماعه مقتنع محاصرين اللي يطبقون دون ذاك اليوم هذا وكذا يعني ايش فيك انت مقتنع مسيطر يخافون من عندك نعم كل شيء شلون مختلف يومين نقعد يوم هاي القعده مقتدى عنده صاحبين احنا عندنا قوي ما يتعمل قوي وراح يمخمخها يدز علينا بعد الروح ما يدز علينا ونروح يهو احنا عرضنا مشروعنا ثالث مره على النجوم نعرض مشروعنا ويدعمنا احكي لك واضح الله شاهد العراق كله اخذ هذا الحلقه طبعا حتى وصلنا على الوقت طبعا حتى اقعد هنا رجعنا اي هسه ما من لا انت ما حكيت انت توصل للفكره لا لا حكيت انت معدل انت لا ما يصير احنا ضيفك من جانا مو هاي ما احنا عندنا شغل انت اقول لك انت لحد جاني بعد مو خاف فيديو لا قال لك لا ابغى لا ولا غيره اقعد يمي مو مشترين حج مشترينه قلت له بس علينا كان البيان ما قعدنا يمي لكن تقدر نقعد يمي قاعدين نتعلم عرفت شلون؟ قال دورك كمان حج نقول لك تتعلم من يمي انا اذكرهم بهذه القضيه وهاي هي قد تسولف وياك وبغي احنا نطلع مظاهرات مو منو راح يطلع مظاهرات؟ ها؟ راح يطلعون يوم التاكيد ما يطلعون اكو حتى ناس راح تطلع مظاهرات على خط الحريق ليش ما يدخل أمه تدخل؟ صلحها مو يمك مو يمك بس أمه ما تدخل ما ندخل حتى بس أمه تدخل نحن بنفسنا إحنا لا دعم ولا يكرهون بينا لا لا يقول لحبتي المظاهرة مو سهلة راح نطلع المظاهرة إذا أمنا 100% راح يسووا مخيمات ويسووا مواقف زين ونطالب مطالبنا اللي هي شنو؟ خط الحرير ميناء الفاو وبعدين عندنا مطالب ثانية نعليها نطلع هاي اسمها أطراف الدايم عندهم مؤسسات ونطلع الذن من الجنوب شوف شنو شغله شحط طلع مو حزب الدفاع طلع الشحط طلع هذا اللي يسحب هو ابو حزب الدفاع كرفجو الجندي مو؟ يجي يقول ابو يدن هاي مثلي ها؟ اكلك شوف بكين مثل انا رابط بوي عرفت شلون؟ هو الامر نرجع له نرجع له؟ اي نرجع له لا نرجع ما ارجع والله نرجع له لا شلون ابو بس رجل ما قال لك لا ما قال لك هسه بعد خلي شو هسه هو وعدنا خلي شو يلا اوكي انا مو وعدنا انا ارتب الامور اي لا لا انا ارتب الامور منها طريقه وين؟ انت حشرك من وين تبي المستر؟ تفضل صور لي يمك جبت لي اياها يمك وانت ما اخذت صور؟ انا وابو حسن صورنا يمك ها؟ انا صور يمه حلو لي يا حلو